هل يجوز النوم في المسجد وما الحكم في ذلك؟ معروف أن بيوت الله جعلت للعبادة ومزاولة أعمال الخير التي لا تخل بحرمتها ولا تؤذي من يتعبد فيها، ومعروف أيضا أن الملائكة تحب التردد على المساجد بما فيها من ذكر لله وقراءة القرآن ومدارسته كما ثبت في الحديث، وأنها تحب الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة الكريهة. ومعروف أن الحديث نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يؤذي من في المسجد برائحته. ومن المعروف أن النائم في المسجد قد يخرج منه ما يؤذي ويضايق، وقد تبدو منه في نومه بعض مواضع يستحيى من كشفها، أو أصوات شخير وغير ذلك مما فيه إيذاء. ومن هنا تحدث العلماء عن حكم النوم في المسجد من واقع ما ورد من الآثار في ذلك. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما صح أن عمر وعثمان كانا يستلقيان أحيانا بالمسجد النبوي. وروى البخاري وغيره أن ابن عمر كان ينام في المسجد النبوي وهو أعزب، ومعه بعض الشبان ينامون ليلا ويقيلون وقت الظهيرة. كما أخرج البخاري أن عليا غاضب فاطمة فذهب إلى المسجد ونام فيه وسقط رداؤه عنه وأصابه تراب، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب. وكان في المسجد النبوي صفة، أي مكان مظلل يأوي إليه المساكين وينزل فيه ضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم. وصح في البخاري ومسلم أنه ضرب قبة أي خيمة في المسجد على سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق، وذلك ليمرر فيها، وأنه جعل خيمة في المسجد للمرأة السوداء التي ترفع القمامة منه، ولما أسر ثمامة وهو مشرك ربط مدة بسارية في المسجد النبوي. وبناء على هذا قال العلماء إذا كانت هناك حاجة إلى المبيت بالمسجد فلا حرج، ومن ذلك المعتكف، وكذلك ما لا يستدام كبيتوثة الضيف الذي لا أهل له، والمريض والمسافر والفقير الذي لا بيت له، ومن يشرف على المسجد من نظافة وخدمة وأذان وإمامة إذا لم تكن لهم بيوت خاصة. وعلى هذا الحكم جمهور العلماء، وإن كان ابن مسعود كره النوم في المسجد مطلقا. وسئل ابن عباس عن المبيت للمسجد فقال إن كان لحاجة كالغريب الذي لا أهل له أو الفقير الذي لا بيت له، إذا كان يبيت بمقدار الحاجة ثم ينتقل فلا بأس، وأما من اتخذه مبيتا ومقيلا فينهى عن ذلك. والإمام مالك أباح النوم في المسجد لمن ليس له مسكن، أما من له مسكن فيكره نومه في المسجد. فالخلاصة أن النوم في المسجد ليس بحرام، ولكنه مكروه لغير حاجة، فإن كانت هناك حاجة سواء أكانت دائمة أو مؤقتة فلا كراهة، والله أعلم.